جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم كتير كتير كتير. مدري اذا صوتي متغير او لا، بس مش مهم. المهم انه انتو اشتقت لكم كتير حرفيا، انتو كتير وحشتوني. واسفة على صاحبة، انا قلنا تمام عشان بس احس ان صوتي متغير. اليوم بنلعب اكتر لعبة عني مفضلة، هاي زي والله احبها من وانا صغيرة، عن جد جنن. تمام، فكرة اللعبة انه احنا بندخل، بيكون الماب بتختار اي حدا من الاشخاص الموجودة باللعبة تختارها، يكون هذه البنت اللي لونها احمر. دور هذه البنت انه هي تقتل كل اللي يلي بالماب. تمام، اذا قتلتهم كلهم هي كذا فايزة، وطبعا في وقت. تمام، دور بقى اللاعبين كيف هم يهربون. في كريستالات احنا راح نخليها تكون لونها فضي، واذا هم خمسة اذا خليناهم كلهم فضي بنكون كسبنا. تمام، قبل ما نبدأ البيت سوى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وتعليق حلو مثلكم، ويلا بينا نبدأ. طبعا هذه الماب اسمها سيرفر زيد دريس جير، طبعا انا بموت فيها. عن جد انا كتير سحبت عليكم، بس ان شاء الله مش بسحب عليكم تاني. طبعا انتو تعرفون الايام اللي فات كان ايام امتحانات وكذا، ان شاء الله بنزل الفيديو. الله يكون طويل، واليوتيوب يرد ينزل، لانه ساعات اليوتيوب ما يرد ينزلني، انزل اشياء كثيرة. طبعا بصوا انا كسبت 57 مرة، وفي بنت كسبة 2532 ان شاء الله. ايوة انصورت، هذا الصورة. طبعا هون عند اللي هي هذي، طبعا نقدر نشوف الكلر بس ما نقدر نشوف اللاعبين. طبعا الكلر علينا. لا 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 لا، وش ذا؟ دقيقة اوديلكوا الصوت، بس بخلي واحد ضحكتها بتفضح. وربي هما شكلهم لا هم شكلهم اخوات صديقات، بس لا لا شكلهم من جد اول لا كذا فصلت. المهم انه جايز انا لما تفضح وتصدع نسوي. جايز يعني انا لما بدخل مع اصدقائي، لما عرفته مع الماب انا كنت انا ساعات اكون الكيلر، ما كنت بقتلهم، واذا هم الكيلر كانوا بخليهم يقتلوني عندي، لانه يعني اللي هو اعطف عليهم واخليهم يجيبون كثير. طبعا هم يقولون لي يعني ساعات يقولون لي طيب انت من وين تجيبين هذا، يعني من وين حتجيب ال هتنزل وينزل حقك اللي هو الفوز. بقول لهم عادي انا بكسب، يعني لما العب لواحد لحالي وكذا، يعني العب لحالي مش كذا. صار لي فترة كبيرة مرة صاحبة على روبلوكس، لانه عن جد مش لاقي احد العب مع صديقتي طول الوقت، مش فاضية وكذا. بس ما علينا، ان شاء الله حتبدأ. يلا بينا، خلاص دخلنا. يلا طبعا فين ايه زاد الذكرى ثلاثة صفر، هذا يعني ما في ورق لسه ولا كريستالة صارت. تمام سويناها. الكلى يما صوتي دقيقة جايز، اذا صرنا اربعة وكل واحد كل واحدة يعني من الاربعة جاتت على هذه بيكون مرة سريع يما. طبعا الكلر ما تقدر تقف على هذه الحمراء لانه بتوقع. تمام، فهذه احلى شيء حرفيا. يما جاي 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 يما الهلس كلر مرة يا شوف الكلر.
كيف الهلس اكتفل كبر كثير. يا اخي الكلاش والله تموت يا اخي. يا ليل يا ليل يا ليل يما بموت خلاص. حسسيني اني عندي ضعف نظر وربي حسسيني اني عندي ضعف نظر. ليش كل هذا؟ انا مكبر الجوال ولا لا ايه؟ هاي بنت ماتت. هاي طبعا هنا تقدرين تلبسين لبس الكلار بس ما علينا. كان زمان في هاي اللعبة كنت تقدرين كان في ايموشن انت تقدرين تحطيها بس الحين ان صارت مدري لا ما نلعب اللعبة منها. هذي من زمان مرة والله مرة احبها. طبعا هذول اذا انت تبين تلونينا بفلوس بفلوس بس بروبكس. والله الجو مرة بارد جايز. مين عندك جو بارد مثلي؟ والله الجو عن جد مرة بارد مرة بردانة. كله مش فاضي حرفيا. خلونا نتابع الكلار بس ثواني نقعد ناكل في شاري نقعد. يلا شوف كل الكلار محترفة ما شاء الله. رأي مين ثاني قبرت قاعدة مرة متلجة لسه ما نزلنا اسم هدوم السافي السافي قصد الشتوي فقاعدين نصكم يعني بردانة مرة. لا عايزة اقولكم اني لساتني راجعة من المدرسة. بكرة واقف ما اخذ اجازة لانه خلاص خلصت امتحانات الحمد لله. فباخذ بقى اجازة يوم يعني افصل بقى شوية. فقايد اللي بيلعب معي يقول لي ويضيفني انا ببعت يعني بقولكم اسم حسابي. طبعا هو محطوط انه فلور تمام بس انا مش فلور. عمر 3-3 تمام بس هذا الاسم يعني اللي سويته الحين فلور بدي اسوي تمام بخليه اش جاي من اسم عائشة تمام. قادرة كلر مش لاقية الثاني مدري اخير ولا ايه. بروح اجيب بطانية اذا هي البطانية اصلا يا اخي فرمز. على الله بس جايز ايام الاجازه هذا اللي هو حد سبت اثنين حد سبت اثنين حد ايش في جمعه لا خميس جمعه سبت دول اصعب يوم بدري. الخميس طبعا ما اخذت اجازه ابدا فيه بس اليوم هذا المره باخذ. فاللي هو ان شاء الله ما اصحف هذول الايام بدري لانه تعودت على الصحيان بدري والنوم بدري. فاللي هو صرت انام بدري واصحى بدري يعني حرفيا. لا يا ربي ما تخلصونا بقى يا جماعه. ناس كتير هتقولي مالك قلبتي ليش على مصري اني اصلا مصريه كيف تلعب. الله على الأشياء اللي طلع منا جنن. واو فاز كيف طلع؟ لا هي طلع زي ما هي طلعت يعني مش دعوة. لا ليش تختارون أكتر مكان ضيق؟ ليه تختارون أكتر مكان ضيق؟ والله ضيق والله ضيق والله كلها رح تيجي تقتل نفسانية. قايت انصحكم تجيبون اماكن فيها فراغ كثير اللي تقدرون تهربون من الكلر. لكن هذيك الاماكن الضيقة اللي هم يختارونها بدري لا على بس علشان يعني اللي هو ما بتقدرون تهربون من الكلر. حلو او ماي جاد احنا اربعة والله. ليش ناقصتك؟ والله قلت لكم ما تجيبون اماكن ضيقة.
والله الكلان مش حتعرف حتعرف تقتلها قصدي. يبي يشوفوا هالسنس والله العظيم. لا قلت لكم والله هتقتلنا يا اخي. مشكلة انه بيبقى فيه نقطة حمراء على المكان اللي احنا فيه. المشكلة هتعرف مكاني على طول. هذي اوحش اشي واحلى اشي لما تلومي تكلر. Oh my god, ما صاير غيري وانا وغيري انا وبنت. Oh my god. اذا متوا ما يما اذا متوا الجيم ما طلعت كلر انا راح اطلع هطلع واصور مره ثانيه. نسيت بالله عليكم لا تختارون اي اشي من هذولي والله العظيم اماكن ضيقه هون تعرفون تجدون احلى. سيبنا الجاده والله سيبنا حلوه والله. يعرف انا يا رب انا مش انا ليك ليه. يلا ما علينا نروح بقى نشوف كيف صارت.